عام وانتم بخير، كل عام والشعب العراقي بخير، كل عام وبصرة الخير. يا ربي يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة. نسأل الله أن يبعد عنا كل سوء، وفي نفس الوقت نقدم بطاقة تعزية لأهلنا في محافظة ذيقار بهذه الفاجعة. بالحقيقة طبعا رغم الفواجع اللي مر بها العراق بالفترة الأخيرة، خصوصا بعد يعني فاجعة الناصرية، لكن مع ذلك نتمنى أن يكون هذا العيد عيدا سعيدا على العراقيين، عيدا تنتهي به الآلام وتنتهي به هذا الموت المجاني في هذا البلد. نتطلع أن يعم الأمن والسلام والخير في العراق، وأن تلتفت السلطة لهذا الشعب المسكين، وأن تنهي معاناة هذه المعاناة التي ربما هي بدأنا نتوارثها من جيل إلى آخر. لا أملك إلا أن ندعو بالسلام والمحبة لجميع العراقيين، وأن يكون هذا العيد عيد خير على العراقيين وعلى كل الأمة العربية. بداية نهني الأمة الإسلامية والمراجع العظام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. بالتأكيد الأماني هي كثيرة، لكن ربما الأماني اللي تخص أنه الوطن اليوم بحاجة إلى أنه يرتقي وينهض، وإن شاء الله ترتفع يعني تنزح هذه الغمة وهذه المعاناة يعني الكبيرة حقيقة على العراقيين. نأمل أن تسعى الحكومة لإيجاد الحلول لمعاناة الشعب العراقي، خاصة في يعني في مدينة البصرة ما يخص الماء والكهرباء وهذه يعني جميع الأمور، وبالتالي أنه أن ينعم جميع العراقيين يعني بالسعادة والفرح والسرور. أقدم بطاقة تهنئة للأمة الإسلامية والشعب الإسلامي والعرب جميعا بمناسبة العيد، وإحنا مقبلين عليه وإن شاء الله فرحة للجميع رغم إحنا حاليا وفترة الوباء. إن شاء الله عام جديد وخير علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وأتمنى إحنا مستمرين وياكم وفرحة اليتيم والأطفال والجميع يا ربي. عام والبصرة السيابة بألف خير وعيد أضحى مبارك على الجميع. أمنياتي أن يكون هذا العام عام انتهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها وسمر وكادرها بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم نفسي المدربة نورس خالد، مدربة في التنمية البشرية وتطوير الذات. طبعا أحب أهنئكم في قدوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب يكون تعم عليكم السعادة والتفاؤل والحب، ويا رب تكونون بأحسن ما يكون. فأتمنى لكم كل الحب والسلام والطمئنانية، وإن شاء الله تكونون يعني بأفضل حال. شكرا جزيلا لكم. أولا نهنئ الشعب البصري والشعب العراقي بحلول عيد الأضحى المبارك. أمنيات البصريين وأمنيات العراقيين اليوم هي بإزاحة أو الخلاص من هذا الوباء اللعين الذي اليوم أصبح يشكل خطر على جميع المواطنين، ليس في العراق فقط وإنما في العالم. الأمنيات هي بأن يسود الأمن والأمان في عموم مدن العراق. نتمنى أنه تجري الانتخابات بشكل سلس، وأن تكون حكومة جديدة تلبي طموحات الشارع البصري والشارع العراقي بعيدا عن الصراعات الحزبية والتكتلات التي أرجعت البلد إلى الوراء. نتمنى أن يكون هناك أعمار تطوير في مدن الجنوب بعيدا عن التكتلات الحزبية والمحاصصة التي أتعبت المدن وأتعبت أيضا المواطن، ونقول كل عام والجميع بألف خير. كل عام وأنتم بخير. هنا خاصة إلى الشعب البصري وبصورة خاصة وإلى الشعب العراقي بصورة عامة، كل عام وأنتم بخير. سائنا الله عز وجل أن يذهب هذه الغمة عن هذه الأمة وهذا الوباء اللعين، وتعزية خاصة إلى عوائلنا والشهداء في محافظة ذيقار العزيزة، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام والشعب العراقي بألف خير. عيد أضحى مبارك على الجميع إن شاء الله. اللهم احفظ العراق والعراقيين من الوباء اللعين، اللهم الشفاء العاجل لجميع المرضى بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لقناة سامراء. نهنئ العالم الإسلامي والشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى من الباري عز وجل أن يمن يعني السلام وأن يمن الصحة والعافية لجميع أبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله نخلص من وباء كورونا هذه العثرة التي يعني أعاقت ديمومة الحياة
في العراق، وإن شاء الله سنة خير وبركة، ونتمنى بالبداية نهنئ الشعب العراقي بصورة عامة وكادر قناة سمراء بصورة خاصة بهذه المناسبة، مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ولو يعني هذا العيد هو مختلف نوعا ما بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي طرأت خلال يعني مراسم الحج وغيرها وحتى زيارات ما بين المواطنين، لكن اللي نتأمله أنه تتحسن الأوضاع بصورة أحسن، وأنه يعني نخلص من هذه الغمة اللي هي موجودة وهي غمة وباء كورونا. نتمنى عيد سعيد لكم إن شاء الله، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع.